شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والسلام على حبيب الله سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أي إجمع السلام ربي ذا القرآن في الأول. إذن نكمل أول نخدمة في الوصايا لقمان عليه السلام. إميس نوطد غواليس غوال ربي سبحانه عز وجل غيدي قارن يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. طيب لشي بعدين يا ربي سبحانه عز وجل ذيني بعد ميقوصا لقمان ميس يوكني غادي وحد ربي وريش الخيرا يوصى في وكني الايمان ني قمنك ني ربي التوحيد الى قافي كمل يعني سوا شو استحضار رقبه الله الى دائما العبد هذا علي ما نسبل هنا ربي زريت اذا ندير بغوت تيريت ماشي سنت هذا عبد خربي كانت سنت خربي كان قال جامع ني غاد سنت خربي كان قال حيت ولكن ربي بغاك دي زرس الفعايليك على بري الجامع على براغي الحيت على براغي وين مشي تمو قد اذا سوا شاديت وحق واش ذاك معناها تستحضر ديما ثنا ربي سكدي كي قلتي بغوت تيريت اذا دايلي المعنى الاستقامه ومن بعد ربي يناد يعني الوصايا يا لقمان اذا الناس يا بني اقيمي الصلاه الايمان يا جماعه يحتاج الحجر في الظن يحتاج الحجر في سمغور الايمان كي يقول اذا دائما كنا ندعو ربي سبحانه اهدينا الصراط المستقيم يعني ربي جا بريديك ربي ثبت بريديك اهدينا الصراط المستقيم ويني الايمان يحتاج دائما ندعو ربي باش نزور وفي نفس الوقت الايمان ثانيا غيبغون غادي يرنو يزداد باش غادي نرنو الايمان شو شر دين نرنو الايمان اللي تنرنو وتس الطاعات قد ما تسيري الطاعه خلا قد ما الايمان ذي لي هذه نرنو اسعص الاطمئنان المحبه يا ربي الاشتياق تبغوت الجن تترول في المعاصي تبغوت عرف فهذا كله بين من دواعي مثلا اقيم الصلاه هذه الاقامه هي باش غادي اثرنو تدي سيدي الايمان الطاعه خاطر واش يدينا تزاليت انت الطاعات لا تخلا ولكن واش يدي خص تزاليت بالضبط خاطرك تزاليتين انت في دلساس الدين العبد ما يضيعي تسمى الطاعات الاثنين هذا قلت شغل غصد العالي انت ولكن مادام ضيع ثلث سام قران امرار يصحى نقارك ربي سبحانه عز وجل مادام ما يلوث يتقام طارا شغل ضيعت ازال دم قران قديني اذا العبد ما يتزار لي تيس وتوكا دايره في اللاس اذا باك ربي اذا شدينا يا بني اخي مصر وامر بالمعروف وامر بالمعروف ونهى عن المنكر يعني ذويا شغل النتيجه من الايمان النير بالاستقامه النير والطاعه النير النور اللي تسعيطك النور الايمان النور الاستقامه النور الطعام الى ماذا بينا غادي اضيعوا تغي لك النطنين حتى غور كان ويد الاصل المؤمن المؤمنين في ايماني سين في الغيريس شو واش رديت واحد كون شتاكا ادياس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في كون ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر تسمى طعاني مادام الايمان ثاني يقوى عقلك تعطى ربي سبحانه عقلك تقنط ربي الايمان يزيد ماذا بينا اتغور تغرزات الخيريه ديال راح العباد نيتي شو شو الامر بالمعروف ربي دي بدا ديال الامر بالمعروف سمكي دينا النهي عن المنكر داي سعى المعنى سعى زين ماذا بينا العبد ما يزرع الخير في دعم ما يلو لا شيء في يوجد واذا ما قال الامر بالمعروف هذا امر المعروف ما يلا ولاش الخير الزور علي في دحتيا ما يلا سيموت دويد معنى المعروف الامر بالمعروف مصروفة الصالحين شجعيتن الدوديتسن معليش نصحيتن بالدوديتسن هذويا المعنى ثلاثة كاثرين الا الخير ما يلو لا شي تحاول حتي على دير الزون الخير ربيد صغرد سيمود الزود بنود سلفود نفعلوا ما نفعلوا ما ويبقى الامر بالمعروف خدمت لاسوسياسيون الخير خدمت تعاون تيفوجي لنا تعلط تعلط يعني دويا يقارن الامر بالمعروف ومن بعد دياس النهي عن المنكر هادي يصنع المنكر الحاجه قال لي هواه تقبل راه مولي تقبل العقل وتقبل راه الدين الا قات نهوض في الناس تنهوض في الناس تسمع عرض سوا كي كي قارني مزوره مزمير ترى تخدمت الخير وخدمه راه الشر مزمير ترى تخدمت الخير وخدمه راه الشر دويدا بريد العالي من داين يتما الفايده ووالي ثانيه ممكن انت في الدين دائما ازبير الامر بالمعروف ممكن يدي قارن نهي عن المنكر وين بغانا دير العبد غبريد يعني ضربي دي تان غبريد تسمى العبد ديك بغانا دي سبب دير العبد غبريد الا ماذا بينا هذه بدون ازد الكرين العالي الامر بالمعروف
يعني نقل عند العالي تقلع بذنيا إلا قاستي تسمكتيت قاستي دينيت باش تشجعت باش يكمل بالشغل النيا وثانيا باش وان تحاول تمكو وستحري اختارا غاين ديري نيزكس باش وان تغي طار الحال إذا ما تبغي تتمصلا يتنيز بدو يزد سوين العالي زكس ومن بعد شمكي مرنيا ما تبغي تستكوري جيتري ديفونيك ساكني إي مرنيا غاستروح تلعقل بس بدو يزد سوين العالي قلا نزكس كرز الخصال العالي باش وان تسيد ربحت باش تسيد سيما وكذلك في القرآن كي كثر طيب الامر بالمعروف مع النهي عن المنكر بصح ملي تروح تلعب ديريكت بدي طاس كتشك غلطك غلطه كوتونه ثانيه ديجا كان يرول في الله بصح ما الا تبدي طاس شويه لعالي زكس سمك طاطي شويه لعالي قال زكس هذه تكاكا هذه تكاكا من بعد غادي تسترجع بعد ما استنت هذيك وانت تغلط ولا قاركني اشي ظهر الصح يعني ما ماذا بينك كان غير كمل كان قوي لعالي ذويذ المعنى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تجد حكم يغدي سلم ربي سبحانه عز وجل على لساني لقمان عليه السلام جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.